جواز التعليق نتواجد مع حضراتكم، سعيد بصحبتكم اليوم في هذه المباراة، حيث سيكون فريق مانشستر يونايتد في مواجهة السيتيزنز مانشستر سيتي. ضربة البداية من مانشستر يونايتد، رافائيل فاران، قطع ممتاز للكرة قبل أن تصل الخصم، فرصة متاحة للتسجيل، الله على كرة، استخلاص وتدخل ممتاز. فيل فودن، تيمو فيرنر، تسديدة بعيدة عن المرمى، كم ممكن يروح ويكمل، كم ممكن يفكر في حل زميل أو أن يسدد بدقة أكثر، الكرة ضاعت في النهاية. الآن تأتي المساندة، ميخائيل أنطونيو، كرة متاحة للتسجيل، رائع في قراءة الكرة وقطع المحاولة، الكرة تعود لمانشستر سيتي، كرة الآن بحوزة المان يونايتد، تيمو فيرنر، الدعم يصل إلى من اللاعبين، كرة فيها خطورة، يا رباه، أول أهداف في المباراة، القمة تشتعل، هدف يكسر النتيجة السلبية. نتيجة لصالح مانشستر يونايتد. تمريرات سليمة من الفريق. كرة بشكل جميل. كرة هدف في هذه اللحظات. وكرة في المرمى. شوف الهدف من جديد، التمركز والتحرك في المكان والتوقيت، يضع الكرة في الشباك ولا يترك مجال لحارس المرمى للتصدي. الشوط الأول ينتهي بهدف مقابل هدف. شوط ثاني ويبدأ، وتعود الكرة للحركة من جديد، وحالة التعادل قائمة بين الطرفين. الكرة مع مانشستر يونايتد، هجوم لمن، فرصة خطيرة هنا، خطورة مستمرة، يا رب، معزوفة، سيمفونية، ضرب وأقدام من ذهب، الله على الهدف. الكرة، رافائيل فاران، ميخائيل أنطونيو، عدة تمريرات جيدة، عند الكرة الآن، قد تكون هذه الفرصة، يضرب الآن، تسديدة قوية لكن بعيدة جدا عن المرمى، لقطة سيئة جدا في المحاولة الماضية، تسديدة لكن جانبية بعيدة عن المرمى، كريستيان بوليسيتش، 20 دقيقة كل ما تبقى على نهاية أحداث اللقاء، ميخائيل أنطونيو يعرف كيف يقرأ الملعب بشكل مميز، وقت التغيير الآن للفريق المستضيف، واضح أن المدرب اتخذ قراره، كريستيان بوليسيتش، فيل فودن، ما
ماذا سيفعل الآن؟ كرة للتسديد الآن. يا لعيب يا لعيب، هذا كثير جدا كثير جدا، هدف سينمائي، هدف عبقري. تسع دقائق واطلق حكم المباراة، صافرة نهاية اللقاء. شوف المساندة، يحصل على المساندة في هذه اللحظات، عند الفرصة. ضربة ركنية للسيتيزنز. برافو للمدافع، خلص الكرة. فرصة هدف في هذه اللحظات. إذن هذه صافرة نهاية المباراة، وينجح أصحاب الأرض في تحقيق الانتصار.